اللي يشوف هذه الكلمات يحسب انه قاعد نسوي تعويذه. شوفوا ببساطه، لما انا اسوي اي فيديو الناس يقولون هذه الكلمه معناها كذا، يطلع واحد يقول لا كلامك غلط، هذه الكلمه معناها ذاك. اللغه العربيه مترابطه. الحين هذا شنو؟ الميجن، اللي هو الدرع. الميجن في اللغه العربيه الدرع، والجنون طيب، وجنه وجنه وجن، شنو هالارتباطات هذه كلها؟ ببساطة اللغة العربية كل كلمة فيها ترجع لجذر، فالجذر الموحد هنا الجيم والنون، تمام. يعني الستر، الميجن اللي هو الدرع يستر المحارب، يستر، فهو الميجن. طيب والجنون هو ستر العقل عن صاحبه، تمام. والجنة لغة هي أي حديقة محاطة بالأشجار، فبالتالي هي مستورة لغة. وكذلك الجنة في الآخرة هي مستورة مغطى، وإن شاء الله أن تكشف أبوابها لنا. والجن هو مخلوق مستور لا يرى، تمام. وكذلك جنة الليل، يعني ظلمة الليل. شنو معنات هذا الكلام؟ إن اللغة العربية لا تنحون فيها وليرحم والديكم. يعني نفس ما أقولكم، إحنا في الكويت نقول قش قش، اللي قشت مثلا ويقشونه، فالكل يعني مثلا لما يشوف فيديو يقولك الكلمة الأصلية في اللغة العربية قاف وشين، يعني قش، لا خلاص هذا كلام كله غلط. الحين المعاجم ليش كثيرة؟ ليش سؤال؟ لأنك تتعامل مع اللغة العربية. القش هو أي زرع لما ييبس، وكذلك القش في المعنى اللي احنا حافظينه القديم، وكذلك هو ما يكنس في البيت، وكذلك يأتي بمعنى ما يرفع ويؤخذ. بمعنى انه لما احنا نقول قشوه هو نفس الجذر. فإياك والتحنط في اللغة العربية. اللغة العربية اكثر لغة تزيد الذكاء، لان كل كلمة تشوف جذرها. مثلا مكتبة من كتب، طيب الكتب ليه سموها كتب؟ لانها تكتب، والكتابة هي فعل ممارسة الكتب، وكاتب، شوف من جذر واحد مئات الكلمات.